تابعينا بصباحنا أكيد يواجه كثير من الأهل حالة الإنكار بشأن إصابة أطفالهم باضطراب التوحد على الرغم من وجود هذا الاضطراب، وهناك أيضا مجموعة من العلامات التي تعد بمثابة إشارات إنذار واضحة ينبغي الانتباه لها واتخاذ اللازم. أكيد ليا، وحسب الدراسات بات طفل كل 54 طفل يصاب ب اضطراب التوحد، لكن الكشف المبكر عن اضطراب التوحد وتطوير مهارات الطفل ودعمه نفسيا وعلميا بيؤدي لتطوير كثير على الصعيد النفسي والتعليمي. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك يا صباحك رب. يعني بالبدايه دكتور خلينا نحكي شو يعني مرض التوحد. شو يعني احنا كثير نسمع انه مرض توحد، ولكن صاير المنشأ معي توحد صاير معي توحد تماما، ولكن المنشأ مين هن الاشخاص اللي معهم مرض توحد؟ صحيح صحيح. طبعا يسعد صباحكم. صباحك. شكرا لانتقاء الموضوع لانه مهم جدا حقيقه، وانا بحسه انه غامض بالنسبه للاخوه المشاهدين او اللي عنده طفل لا سمح الله يعني مصاب بهالاضطراب. التوحد طبعا هو اضطراب يصيب الأطفال. نحن بنسمع كثير من الأشخاص على سبيل المزاح بين بعضهم أنه والله صاير معي توحد، بمعنى أنه صاير حب أقعد لحالي انعزل، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق بما يتعلق بهذا الاضطراب. اضطراب التوحد هو اضطراب يصيب الأطفال بعمر 30 شهر، يعني بعمر 3 سنوات أو 2.5 سنين تقريبا. بهذا العمر بيتشخص، بيتم تشخيصه بهذا العمر، ومتى ما تم تشخيصه بده يستمر مدى الحياة. يعني هو خلقة. نعم تماما. بالنسبة للأسباب هلا بنتحدث نتيجة التشوه تماما. وهو التوحد إصابة دماغية تؤثر في طريقة تواصل هذا الطفل مع المجتمع، وفي طريقة سلوكه، وفي طريقة تكوينه للغة أو تحصيله العلمي والاجتماعي. إذن هناك إصابة دماغية وراثية بالدماغ بمكان غير محدد. حتى الآن دراسات كثيرة موجودة ولكن ما توصلت بشكل دقيق إلى هذا المكان اللي عم يسبب هالإصابة الدماغية وعم يأثر على سلوك وتواصل الطفل ولغته وغيرها من الأعراض ممكن نتكلم عنها بعد وهذا قليل. وهذا بيسألك عنه دكتور، قلت أنه يتم تشخيص اضطراب التوحد بعمر 30 شهر تقريبا 2.5 سنين للتسعين. خلينا نحكي عن خصائص التوحد، لأنه كثير يمكن من الأمهات عم يتابعونا يمكن بعض التصرفات بتنتبه إلى، بس بتعتبر مثلا أنه طفلة خجول أو طفلة يمكن منعزل بخاف من الناس، تعطي تفسيرات أخرى، أخرى صحيح. ويمكن في حالة إنكار دائما للأم لأنه بتحب تشوف ابنها بأفضل صورة. صحيح. يعني دائما بتقول لا مش معقول يكون مرضان، يمكن هيك طبعه هيك صفاته. فخلينا نعطي هاي الخصائص أو هاي الصفات اللي ممكن تنتبه الأم على بكير، لأنه نحن بنعرف الدعم والتعليم ودعم المهارات والكشف المبكر مهم جدا، مهم جدا، بيأثر حتى على شخصيته في المستقبل. كلامك صحيح وجميل، ما في شك. أي أم أو أب بيحبوا وبيتمنوا وإن شاء الله جميع الأطفال بيكونوا بخير، يعني إن شاء الله يا رب، بعيدين عن أي اضطراب، ولكن لما بده يوقع الاضطراب بدنا نواجهه بكل شجاعة ووعي ومعرفة. غير بهي الطريقة ما فينا نواجهه، مع فائق الاحترام لكل مشاعر الأهل والأمهات اللي عندهم طفل. أكيد نحن بنحترم مشاعرهم، ولكن نحن أمام حقيقة علمية موجودة في هذا العالم اللي نحن موجودين فيه، لذلك بدنا نواجهها بشجاعة، بثقافة، بوعي، ونقدم له أفضل ما يمكن أنه نقدم، لأنه هناك إنذارات جيدة جدا لمرضى التوحد، وهناك كثير من اللي قدموا للعالم ما يعجز عن تقديمه أي طفل طبيعي من مرضى التوحد. لذلك يجب أن نهتم فيه وبغيره من المرضى أو الأطفال اللي عندهم مشكلة. طبعا مثل ما قلنا أهم ثلاثي بيأثر على المريض الطفل التوحد هو ثلاثة أعراض أساسية بنلاحظ عليه. أول شيء التواصل الاجتماعي وطريقة تطويره للعلاقة مع أبناء عمره. 2 السلوك، سلوك هذا الطفل، وأيضا اللغة، لغة
التواصل اللي بيتعلم الطفل بالبلد الأم اللي هو موجود فيه من خلال والده ووالديه والمجتمع اللي عايش فيه. بالنسبة للتواصل الاجتماعي بنلاحظ بأنه الطفل أو بتلاحظ الأم أنه أحياناً بندهله كتير ما بيرد علي وكأنه ما عم يسمعني، مع أنه في حالات تانية بيحكي معه بيسمعني. طبعاً هنا بننتبه من موضوع السمع، لأنه ما نخلط الأمور بين الأطفال اللي عندهم غياب سمع لا سمح الله مع الطفل التوحدي، ولكن هي بتلاحظ بأنه عم يسمع ببعض الحالات وحالات تانية وكأنه ما أنا موجودة أو ما عم يسمع. هو طفل ما بيحب أنك تلامسيه، ما بيحب يعانقك، ما متبلد، بتحسيه متبلد عاطفياً، ما مانو مثل باقي أطفال عمره بيحب يركض على أهله ويضمهم وبيشعر بحنان بالأمان معهم بمحبتهم. طبعا هو فعلا بفضل اللعب، يعني بيحب يلعب وحده بطريقته الخاصة وبفهمه الخاص للمجتمع وما حوله، ولكن نحن بنعتقد أنه هو مسرور جدا بوحدته. لا، الطفل التوحدي بيعاني من الوحدة بصراحة، وهو بيحب التواصل وخاصة الغير نوعي، بمعنى ما بيحب الصديق الحميم كتير يلي بيتوافق أو بينسجم هو وياه انسجام كتير كبير، بيحب الصحبة من حيث العدد، يعني بيحب حفلات أعياد الميلاد، بيحب الروحة مع الجماعة، بيحب المعسكرات، بيحب الكشافة بهالشكل هذا، يعني بالنسبة له. ايضا بالنسبه لسلوكياته ممكن يكون في عنده بعض الحركات الرتيبه الرفرفه، او بحب يشوف بعض الحركات اللي عم تدور من دون ما ياثر على معرفته بهالآلة كلياتها، بحب فقط حركه ودوران هذا الدولاب مثلا من دون معرفته بكامل الجهاز او اهتمامه بكامل هالجهاز او هالآلة اللي فيها هالدولاب. احيانا بكرر كلامنا، هذا صداع لفظي، يعني بكرر الكلام، بيحكي بنبره احيانا في نغمه بتحسي كانه روبوت او رجل آلي عم يتحدث او عم يعبر عن طلباته، مثل ما قلنا في تبلد بروابطه مع الاخرين حتى مع الأهل. ممكن من الطفولة الباكرة تظهر الأعراض، يكون عم يصرخ كتير، مانو عم يتطور روحيا وحركيا كما باقي الأطفال خلال السنتين الأولتين من العمر. من حيث الحركة أحيانا بيكون في عنده بعض الحركات فعلا الغريبة والتناسق العضلي بجسمه الغريب، لغته ما بتتطور بالسنة الثانية من العمر، وممكن أنه يتأخر تكوينه للغة والتواصل وتضل مستمرة معه لفترات طويلة من حياته، أو أنه ممكن يطور اللغة وبعد سنتين يبلش أو سنتين أو السنة الثالثة يبلش التراجع بهذا التطور باللغة، يبلش يتراجع ويرجع ينصاب، يعني بيكون تطوره طبيعي بيرجع بيتراجع و بيصيبه اضطراب التوحد، يعني يتأخر ظهور هذا الخلل الدماغي عن غيره. تمام، غيره ممكن يبكر، هون الخلل تأخر شوي، لذلك تطور الطفل وبعدين تراجعت حالته. نعم دكتور، كنا عم نحكي مع حضرتك، ذكرت كيفية اندماجه بالمجتمع، قديه هو بحب العالم، قديش هو شخص مريض توحد وشخص عبقري، لازم انه نحن نهتم باهتماماته. ولكن اليوم عنا بسوريا، خلينا نحكي عن المراكز يلي بتهتم بالمرضى التوحد، خلينا نحكي يمكن كثير في مراكز او في كثير في اهل ما بيقبلوا يدمجوه مع الاطفال السوياء او الاسوياء اللي ما عندهم مرض توحد او ما بيعانوا من اي اضطراب. يوم خلينا نحكي عن يعني هالمراكز، صح عم تتعامل مع الاطفال، عم تهتم فيهم لاهتمام منيح ولا لا؟ اكيد في عندنا حقيقه العديد من المراكز الجيده جدا، يعني ولكن قليله، يعني خدمتها عم تكون متواضعه. شو بيتطلب؟ شو هي السمات لازم يكون
يمتاز فيها المراكز؟ المراكز حقيقة عم تكون مراكز تشخيصية، بمعنى لما الوالدة عم تلاحظ بعض السلوكيات أو القصور بتطور ابنها عم تراجع هالمركز، فهناك أطباء أطفال وأطباء نفسيين اختصاصيين عم يشخصوا الحالة هل هي توحد ولا لا. فإذا في عندهم عيادات تشخيصية، بعد ذلك عندهم فريق كامل مدرب لتأهيل هذا الطفل وتدريبه وزيادة خبراته من خلال التواصل معهم وزيارتهم بشكل مستمر وببرنامج معين خلال فترة يعني الفترة الأولى من طفولته، لأنه بفترة المراهقة والشباب والرشد بصير الأعراض بتتحسن بصراحة. هذا عدم التواصل الاجتماعي بيتحسن عند الطفل وبصير اجتماعي أكثر، ممكن أنه يحصل دراسة ووظيفة وممكن أنه يبني أسرة، هي ببعض الحالات. بحالات أخرى هو شخص بحاجة للمساعدة لفترة طويلة. طبعا الذكاء مثل ما تفضلتي هو إما طبيعي أو هن أكثر من الطبيعي بصراحة، ولكن هناك نسبة أيضا منهم ذكاء تحت ما دون الطبيعي، وبالتالي في عندهم صعوبات بالتعلم وبالمهارات اللي عم تتقدم لهم. بكل الأحوال هن أشخاص فعلا سريعين التعلم، ولكن لننتبه للنقطة، هن أشخاص سريعين التعلم، بيتعلموا أسرع مننا وأذكياء أكثر مننا، ولكن ما بيعرفوا هذا الشيء اللي تعلموه وين يوظفوه أو وين كيف يستخدموه بالحياة مثل ما نحن بنستخدم هالشيء اللي تعلمنا. هيك عم بسألك عن أهمية المراكز اليوم. طبعا مهمة جدا، ومهمة جدا أنه يكون في تواصل بينه وبين الأهل، مثل مثلا في عنا مركز آمال أيضا للأطفال، لأطفال التوحد تحديدا، يعني بيقدم كل الخدمات الجيدة من تأهيل من تشخيص من رعاية من كل احتياجاته يعني قدر المستطاع. طيب دكتور، حكينا بالبداية أنه طفل كل 54 طفل يصاب باضطراب التوحد، خلينا نحكي عن الأسباب. لهلأ يمكن ما في سبب فينا نقول طبي علمي صحيح، بنقول نحن وراثي في اضطراب جيني، شو الأسباب؟ يعني أحيانا بتشوف مثلا سابقا ما كنا نشوف هذا العدد، أو يمكن لأنه ما مسلط الضوء عليه، بس اليوم عم نشوف حتى في بعض العوائل ما فيهم عندهم مرض، عم نشوف عن جديد تواجد مرض أو اضطراب التوحد. صحيح. فشو السبب؟ صحيح، من الملاحظ فعلا مثل ما تفضلتي أنه هناك زيادة صحيح بأعداد مرضى التوحد. يا ترى شو السبب؟ التفسيرات هي إما عم تكون نتيجة التشخيص الأكثر، يعني لما يكون في حالات ما أنا مشخصة ما أنا داخلة ضمن العدد إذا أنا عم بعمل دراسة، ولكن لما أنا بزيد الوعي وبنشر العيادات التخصصية فبصير شخص أكثر، فبتظهر الحالات كلياتها، بزيد العدد. بفكر هي زيادة وهمية ما أنا زيادة حقيقية، يعني موجودين، ولكن هناك دراسات أيضا بتقول أنه هناك زيادة غير مفسرة بمرضى، لأنه نحن بنقول وراثي بس عم نشوف عن جديد في بعض العوائل ما في عندهم، يعني ما في طفل مصاب باضطراب التوحد، عم نشوف لا عن جديد عم يكون في ضمن هاي العوائل. صحيح، لأنه من الأسباب مثل ما تفضلتي، يعني رقم واحد للأمانة اللي مجمعين عليه العلماء هو الوراثة، ولكن الوراثة بالنسبة لي كلامنا عن الوراثة لا تعني الوراثة بأنه في حدا موجود سابقا، قد يكون طفرة. الطفرة يعني هي مثلا انقسام جزء من صبغي وذهابه إلى صبغي آخر، تبادل مواقع، يعني تبادل مواقع ما بين جزئين من صبغي ممكن يعمل هالشيء. هذا الشيء الوراثي اللي عم يقولوا عنه، بمعنى هو صبغي على مستوى الصبغيات، لا أعني أنه أنا في حدا سابق، مع العلم أنه بتزيد احتمالية إصابة أحد الأخوة بالتوحد عند مريض التوحد 25 ضعف عن غيره من الآخرين. طبعا هن لما يقولوا وراثيا بيكون في دراسات عائلية، فبيلاحظوا بالعائلة في أكثر من حالة، حتى لاحظوا أنه
الأب والأم لمريض التوحد عندهم مشكلة بصراحة معينة، مشكلة نفسية معينة إلى علاقة بالتواصل بالسلوك وبغيرها من المشاكل. من الأسباب الأخرى أيضا وهي دراسات وافتراضات، الإصابة الفيروسية للأم أثناء الحمل لها الطفل، أيضا التلوث، المبيدات الحشرية واللي بتأثر بالطفل، ممكن نقص التغذية، ممكن الولادة قبل الأسبوع 26. ستايل الحياة كله اختلف، لهيك بتلاقي فيه تماماً زيادة. تماما، ممكن اختلاف طبيعة الحياة وتعرضنا أكثر للعوامل اللي من الممكن أنه تسبب هالإصابة، ممكن أنه تزيد العدد، ولكن ما أنا محددة بشكل دقيق حقيقة. نعم دكتور، في حالات خلصت من مرض التوحد ولا لا؟ مستحيل الواحد أنه ينشفى، وطريقة العلاج هل هي دوائية، هل هي بس يمكن اهتمام، ولا شو كيف كيفين يهتموا الأمهات بأولادهم؟ الحقيقة حالات نادرة جدا صار في شفاء تلقائي، بمعنى معناتها مراحل قليلة هي بتكون، حالات نادرة حقيقة. يعني هالطفل مات، يعني عنده صعوبات هالتواصل أو تطور بشكل طبيعي بعدين تراجع بعد ذلك أقلع، تمام؟ يعني هذا الموضوع complicated، معقد بصراحة، لأنه يعني بالنهاية هو يعتمد على بنية الدماغ وطريقة التوصيلات جواته لحتى نفهم الواقع، وتحديدا بمنطقة اسمها الأميجدالا أو اللوزي. اللوزي هي اللي تشعرنا بالمحيط، بالخطر، بالتواصل مع المحيط، طريقة التواصل مع المحيط، وبهالشكل بيكون الإنسان طبيعي. أما بالنسبة حالات الشفاء قلنا هي حالات نادرة، علاجه متى ما تم تشخيصه لا يوجد علاج للأمانة، بمعنى أنه لا نستطيع أن نعيد الطفل إلى شيء اسمه لا توحد. بس عم يكون في عمليات ضبط للاضطراب، يعني اليوم عم نشوف مثلا من خلال نظام غذائي معين عم يكون، بالإضافة للدعم النفسي عم يكون في اختلال، هذا بالطب البديل صحيح. يعني عم يكون في هلأ عن جديد نظام غذائي، لأنه بيقول لك أنه بعض الأغذية تحفز بعض المهارات وبعض الأغذية ممكن تعمل له مشاكل أخرى، صحيح. عن جديد عم نشوفها من خلال كمان الدعم النفسي لتطوير مهارات الطفل اليوم، صحيح. حقيقة هي من الأمور يعني المهمة. نحن أحيانا ممكن نستخدم الأدوية لضبط الاضطرابات المرافقة للتوحد، مثل فرط النشاط وقلة الانتباه، مثل نوبات الصرع، مثل الاكتئاب أحيانا بيرافق، مثل القلق، مثل الخوف، وغيرها من الاضطرابات اللي بتتعب المريض وبتتعب الأهل حقيقة. ولكن بالدرجة الأولى العلاج هو علاج تأهيلي، علاج سلوكي وتدريبي للطفل، بيتابع دراسته مشان يطمئنوا الأمهات، ممكن يتابع دراسته، هو بس طفل بحاجة لأنه نتعب عليه شوي بصراحة. ولو في مراكز يعني كتير متطورة عنا وفعلا بتساعد الأهل بتريحهم كتير، بنكتشف مواهب معينة أو ميول خاصة عندها الطفل، وبالتالي ممكن أنه نحصل على مبدع من هذا الطفل اللي نحن ما نعطينه أي اهتمام. نعم دكتور، ممكن حالة التوحد تصير هي شيء إجرامي، شيء سلوك غير محبب، صحيح، بالمجتمع إذا ما تم الاهتمام فيه؟ نعم ممكن، كلامك مهم جدا على فكرة. هي الاختلاطات المشكلة التي تحصل في حال عدم الاهتمام. في كثير من حالات التوحد تتحول إلى حالات ذهانية، بمعنى حالات فصامية، وبالتالي في عنده ديليوجن، توهمات وإهلاسات، وممكن أنه يتبع توهماته ويقتل أو يكسر أو يخرب. ونحن يمكن نسينا نقول بالأعراض السلوكية عند الطفل من الأساس، وهو طفل في عنده شيء اسمه سيلف انجري، يعني هو شخص مؤذي لنفسه، إما بيعض حاله أو بيضرب رأسه بالحيط، أو أنه يعني أحيانا بتشوف الطفل مجروح، في عنده ندبات، في عنده ردود، لأنه أي شيء بيغضبه ممكن أنه في عنده نوبات غضب، بيقوم بأذى نفسه، بيضرب رأسه بالحيط ضربات قوية جداً. طيب دكتور، هو بيقدر الغلط من الصح ولا لا؟
يعني هو بينه وبين حاله بيقدر انه العالم عم تشفق عليه انه انا لا انه هو اطلاقا لا اطلاقا ما بيقدر اطلاقا بينه وبين حاله ما في استبصار لهذا الموضوع. كلامك جميل ودقيق. هو غير مستبصر لهذا الموضوع او لهذا الاضطراب، بمعنى هو عايش بعالمه الخاص بصراحة، هو عايش بتفسيراته الخاصة للعلاقات ما بين الأشخاص، عايش بعالمه الخاص بالنسبة للسلوك. ما عادت أذكر اسمه، ولكن إحدى السيدات اللي كانوا مصابين بالتوحد بالطفولة قالت أنه أنا لما كنت مصابة، طبعاً لا زالت مصابة ولكن كبرت فتحسن الإنذار وصارت أفضل يعني. قالت أنا كنت فكر أني أنا عالمة أنثروبيولوجيا على المريخ، يعني أنا عالمة بالعلوم الإنسانية على سطح المريخ، هيك كنت أعتقد يعني. هي مساحة الخيال عنده أو طريقته بالتفكير. طيب دكتور، بالختام خلينا نذكر أهمية الكشف المبكر عن اضطراب التوحد والدعم النفسي واعتراف الأم أنه طفلة عنده مشكلة. قديش فعليا فينا نضبط هيدا الاضطراب ونحسن من سلوك الطفل فعليا فيه يتعلم مثله أي طفل، لكن مثل ما قلت بيتم عليه التعب يمكن والمجهود إضافي. صحيح صحيح، ما في شك لازم نكون طبعا جريئين بكشف كل هالأعراض، لازم نكون دقيقين، لازم نكون واعيين. عنا مثل ما دائما نقول الحد الأدنى من المعرفة كأم أو كأب أو كأسرة أو كأي شخصين مقدمين على الزواج، لا يكفي الحب، أيضا المعرفة ضرورية بصراحة بين عندهم من أجل أنه يأسسوا أسرة سليمة. الاضطراب إذا حدث له حل ما في مشكلة، ولكن المهم هو أنه نكون مستشعرين مبكرا بأبسط الاضطرابات الموجودة عند أبنائنا، لنراجع أقرب الأماكن الممكن أنه تقدم لنا المساعدة ودائما موجودة إن شاء الله. نعم دكتور، بدنا نشكرك وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله هيك المشاهدين يكونوا استفادوا من حلقتنا. ميرسي لك. شكرا لكم. شكرا لك الدكتور راغد هارون، والله يديم الصحة والسلامة لكل الأطفال. شكرا كثير. آمين يا رب. شكرا.